بالنسبه للبروجكت ريسك قلنا البروجكت ريسك راح يطلع معي كمان كريسب نمبر، والكريسب نمبر يعني اليونيفرس اوف ذيس كورس راح يكون زد، بس طبعا هون احنا الهاي معكوسه راح يكون من 0 ل 100%. طبعا 100% يعني الريسك هاي، و0% طبعا الريسك نون اكزيستنت، ما في عندي ريسك بالمره. هلا هذا نفس الشيء بدنا نعطيه، احنا معطينه 3 لينجويستيك فيربلز راح يكونوا هم C1 وC2 وC3. هلا رغم انه هذا اوتبوت كمان نفس الشيء بدنا نعرف له ممبر شيب فانكشنز، بدنا نعرف له ممبر شيب فانكشن في C1 والC2 والC3، نحط الفازي سيتس، نعرف الفازي سيتس، بس بعدين رح نعمل عملية الديفازيفيكيشن، رح يطلع معي إله ممبر شيب في هاي، إله ممبر شيب في هاي، وإله ممبر شيب في هاي. من الممبر شيب اللي موجود في هذول الثلاثة بدي أطلع كريسب نمبر زد، بدي أطلع، بدي أقول الريسك في النهاية هو 33% أو 77% أو 40%، بدي أطلع له رقم. حتى أعمل هيك لازم طبعا تكون عندي الفازي سيتس، الممبر شيب الفازي سيتس معرف له. هذا طبعا زي ما حكيت اليونيفرسال ديسكورس هو من 0 ل 100%، 10 20 هذا اللي هو الفاريبل زد، هذا الكريسب فاريبل، وعندي C1 C2 C3 عندي هاي من حد 20 1 2 3 4. مش شرط تعمل اللي بدك اياه سكيل زي ما بدك، بشكل عام كل ما كان في تفصيل اكثر بسكيل بكون احسن. عندي هاي تقريبا ل 0.2 ل 20 0.1 ل 40، وهذه اللي هي C1 اللي هي لو. بعدين عندي الهاي بتبدا من 60 ل 80، وطبعا بيستمر من هون ل 100، وهذا C3 اللي هو هاي ريسك. هلا هون انا كنت راسم، خلينا نرسمها زي ما هي مرسوم هون 25 ل 75، من 25 ل 45. انا لو اني بديت هذا المثال مره ثانيه كنت راح ابسط الممبر شيبس اكثر من هيك، بس على اي حال راح اخذ انا الارقام اللي حاطها هون، وهاي هون ل 75، من 75 ل 55. اذا هاي من 45 ل 55، هاي راح احطهم بس بين قوسين 45 ل 55، بعدين بنزل هون ل 75. كمان انتم هلا لما تيجوا تعرفوا في الماتلاب، راح تشوفوا في الماتلاب بامكان بالماتلاب تول بوكس بامكانك تعرف زي ما بدك هدول. بشكل عام اذا حبيت انه يكون مجموعهم واحد بنرجع هاي نحطها عند 20، وهاي بدها تكون هذه هون ترجع عند 40، هاي تصير عند 60، وهاي عند 80. يعني لو رسمتوا هذا بالازرق بطريقه مختلفه، بس حتى تشوف الاوبشن الثاني يمكن يكون مور انتويتيف اني اخذ هاي 60 هون وانزل من 60 ل 80. ولازم دائما عند كل بوينت دكتور مجموعهم واحد؟ لا لا، انا ما يعني انا كنت بعتقد هيك، بس عمالي بطلع اكثر في الليترشر بلاقي انه هذا مش شرط، مش مطلوب. هلا انا لوجيكلي بالنسبه لي شخصيا، هذا رايي الشخصي مش الراي، هذا رايي الشخصي، it makes more sense انه يكون هو دائما عضو يا في 1 set عضويته فيها واحد، او في 2 sets عضويته فيها 50 50 يعني مجموعهم واحد، مجموعهم واحد. هذه it makes more sense it's more intuitive. ايش يعني intuitive؟ intuitive يعني مع الكومن سنس ماشي، بس راح تطلع في كثير بيبرز وفي كثير كتب وهذا ما مش يعني راح تكون مرات العضويه مثلا 0.3 0.5 مثلا. يعني في كيسز ما بيعمل فايرنج لاي لا راح يعمل فايرنج، بس ما راح يكون مجموع يعني الرولز ما راح تكون مجموعها واحد الفايرنج تبعها. ما هي هاي هي كل الفازي هو فازي. فازي ايش يعني فازي؟ كلمه فازي شو معناها؟ مضبب يعني او ضبابي. فهي يعني هي طريقه تفكير لهذا. هلا انا حطيتها هيك ولا حطيتها على الخط الازرق مش مشكله كبيره، يعني هون هي اصلا مبنيه، بس انا بحس من ناحيه الحسابات لو انا بدي اعمل حسابات يدويه وحتى فيها نوع من المنطقيه اكثر من يكون مجموعهم واحد، هيك بصير مجموعهم واحد اذا اتبعت الخط الازرق. هي عند 20 الممبر شيب لسي 1 واحد، والممبر شيب لسي 2 0، بس ابدا امشي من هون راح تبدا تنزل السي 1 وتاخذ محلها C2 لحد ما اوصل عند 40، عند 40 بصير عندي الممبرشيب اوف C1 0 والممبرشيب اوف C2 1 وهكذا. وعادة ما لهاش معنى، هلا هي في الاوتبوت رح يطلع معي انه لها عضوية بالثري سيتس بالاوتبوت مش في الانبوت. في الانبوت
راح يطلع لها عضوية في 1 set أو 2 sets بس، لكن في الأوتبوت ممكن يطلع لها عضوية. راح نشوف زي ما راح نشوف اليوم، راح يطلع لها عضوية هون وعضوية في هاي وعضوية في هاي، وبدي أحاول أعمل الديفازيفيكيشن. عملية الديفازيفيكيشن بدها تفكير وشغل. أوكي، إذا بتحبوا تتبعوا الأزرق ل C2، بتحبوا تتبعوا الأسود مش مشكلة كبيرة من هون. أنا بحس شخصيا إنه الأزرق هون، الخط الأزرق اللي هو المجموع يكون واحد، مجموع العضوية يكون واحد، is much more intuitive much more common sense. لكن ما في قاعدة، ما في قاعدة بتقول إنه هذا لازم يكون بهذا الشكل. إذا هاي عرفنا هاي. هلا إحنا لاحظوا بعملية الديفازيفيكيشن ما رح نيجي من الإكس أكسس للواي، رح نيجي من الواي أكسس للإكس. رح يكون عندي memberships وبعدين من الممبرشيب رح أنزل على هذا. هذا بالنسبة إذا لبروجكت ريسك. إذا الآن إحنا عرفنا الممبرشيب سيتس، الفازي ممبرشيب سيتس للأوتبوت اللي هو البروجكت ريسك، وللتو إنبوت صرنا معرفينهم اللي هم البروجكت فاندينج والبروجكت ستاف. أوكي.